تعالوا بقى ننتقل لبطولة العالم للسلاح واللي اتكلمت حضراتكم عنها امبارح، وقد ايه برضو ده شيء مدعو ليه الفخر بشكل كبير جدا. تقام في القاهرة، بتشهد منافسات قوية جدا في الأدوار طبعا التمهيدية، واللي قدم فيها الفراعنة خليني أقول لحضراتكم بجد أداء مميز جدا. احنا مش بنجامل، أصل احنا مش طالعين نجامل نفسنا، احنا بنتكلم بناء على واقع. حضراتكم لو بتتابعوا هتلاقوا بجد منتخب مصر أكثر من رائع. النهاردة افتتاح البطولة بتشهد مشاركة نحو 2000 فرد، منهم 1060 لاعب ولاعبة بجانب الوفود المرافقة من 105 دولة. كمان امبارح أقيم اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للسلاح، هنا بنتكلم لأول مرة في مصر بحضور 20 عضو من أعضاء الاتحاد الدولي اللي أشادوا بتنظيم مصر للبطولة. طيب ده كده يعني، أو دي كده بعض المعلومات. خلينا نروح بقى نعرف تفاصيل أكتر عن البطولة والأدوار طبعا التمهيدية والافتتاح النهاردة ومشاركة المصريين. معانا الأستاذ عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح ونائب رئيس الاتحاد الدولي. صباح الخير عليك يا فندم. صباح الخير زي حضرتك. صباح الفل، وحاجه مشرفه جدا، وحاجه يعني احنا زمان يمكن من كام سنه كده كنا بنقول يا ريت ننظم بطولات دوليه، يا ريت نعرف نعمل حاجه زي كده. دلوقتي بقينا ننظم مره واثنين وثلاثه وفي مختلف الرياضات، حاجه مشرفه جدا. طمنا كده ودينا فكره برضو عن الافتتاح ان شاء الله. اتفضل يا فندم. اول حاجه بنشكر حضرتك ونقول النهارده ان شاء الله الافتتاح الساعه 5 مساء في استاد القاهره الصاله الرئيسيه لمباريات سلاح السيف المبارزة سيدات وسلاح السيف رجال. هيحضر الافتتاح النهارده الدكتور اشرف صبحي ورئيس الاتحاد المصري هشام حطب وكل يعني القيادات الرياضيه في مصر والاتحاد الدولي، بالاضافه ل 31 سفير وقنصل من الدول الاجنبيه. وان شاء الله حفل الافتتاح بتنظمه شركه بريزنتيشن، وهو حفل ان شاء الله هيكون يعني يليق بالحدث الكبير. اشترك في البطوله عندنا 105 دوله، اكثر من 1000 لاعب، فالحمد لله بطوله كبيره ولحد دلوقتي الامور ماشيه طيبه. احنا ابتدينا البطوله الادوار التمهيديه من 3 ايام، والنهارده اليوم الافتتاح والمباراه النهائيه الاول سلاحين ان شاء الله. طب طمنا عن منتخبنا والاستعدادات بتاعته برضه، اتفضل، لان مهم جدا الناس تبقى عارفه. منتخبنا الحمد لله يعني في التصفيات الاوليه يعني عملوا مجهود جامد جدا الحمد لله، قدروا يوصلوا للمباريات التصفيات الاقصائيه النهائيه اللي هي تبتدي النهارده، وان شاء الله نامل ان هم يكونوا نقدر نتوج النهارده يعني في المراكز الاولى ان شاء الله. طيب استاذ عبد المنعم، يمكن ده السؤال شويه مش اختصاص حضرتك لكن برضو مرتبط بالبطوله كلها، مهم قوي النوع ده من البطولات ان احنا نستغله برضو في نفس الوقت للترويج للسياحه، ده يعني بيندرج تحت بند طبعا السياحه الرياضيه. هل في لحضرتك عندك معلومه تغطيه اعلاميه وصحفيه عالميه لهذا الحدث؟ يعني خلينا نعرف. تمام، عندنا 25 صحفي اجنبي جايين مع الوفود الاجنبيه، وعندنا هيئة الاستعلامات مراسلين اجانب يعني يفوق ال 30 مراسل موجودين معانا. البطولة واخدة الشكل اللي هو التيم بتاعها بتاع الحضارة المصرية الفرعونية، وكل صالة من الصالات محطوط قدامها تماثيل فرعونية وبطلق على اسم الصالة، اسم يعني مثلا الصالة الرئيسية اسمها كينج توت، فمحطوط التمثال بتاع الكينج توت. حلو قوي. نفرتيتي كليوباترا اند سو اون. يعني احنا واخدين بالنا من الشيفت اللي هو الرياضه الصحيه، ثم ان في رحلات يوميه للاثار المصريه للوفود المشتركه، والحقيقه في كتير اول مره يزوروا مصر وفي انبهار بالحضاره المصريه. هي. وفي نفس الوقت دي ما وصلت له البنيه الرياضيه الاساسيه المصريه من ملاعب وادوات وتنظيم الصاله الحقيقه، فهو يعني كده دمج ما بين الحاضر المصري الجميل والتطورات اللي بتشوفها بلدنا مع الحضاره العريقه ك يعني مهد الحضارات زي ما بيقولوا. حاجة محترمة جدا، كل التوفيق إن شاء الله لمنتخبنا، وحاجة فعلا مشرفة. أشكرك جدا أستاذ عبد المنعم. شكرا جزيلا. شكرا ليك.